معكم معاد حيران. جينا هنا اليوم في التظاهرة الكروية اللي كتدعم المواهب الصغرى في التقدم وبزاف من المستقبل ديالهم. وكنشكر المدرب هشام حيت هو اللي جامعنا هنايا، وبلا بيه راه ما كناش غنجمعوا اليوم. وان شاء الله كنتمنى نكون في حسن الظن في المستقبل ونمشي نكون مزيان. السلام عليكم، سميتي ايمن الخماري، تزاد من مواليد 2003. كنشكر هذا المدرب اللي دعمنا ودربنا، وكنتمنى ربي يسترني في مسار الاحترافي ديالي ونتمنى نمشي بعيد. اول بسم الله الرحمن الرحيم، وكنشكر الجمهور الكريم على حضوره معنا. ربحنا جوج ماتشات، وكنشكر حتى مدربنا هشام اللي ساندنا تاعنا وجمعنا. وكنتمنى الله يسرني في مسار الكره. بسم الله، السلام عليكم، اسمي احمد بن كباب، عندي 2000 مواليد 2003. كنشكر السي هشام المدرب ديالنا لانه هو اللي ساندنا. كنشكر الدراري وخاتهم كيلعبوا. اولا السلام عليكم، سميتي ذكير طه، من مواليد 2004. كنشكر المدرب هشام اللي وقف معنا ووصلنا لهذا المستوى هذا، وكنشكر هاد الناس اللي واقفين على هذا التنظيم، وكنشكر الدراري اللي تاهما عاونونا، وكنتمنى في المستقبل ان نكون شي لاعب كبير. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم ديالي شرف الدين بن الحريف، من مواليد 2002. السن ديالي 16 عام. كنشكر هشام مدرب ديالنا في جمعيه اشبال القدس. كنتمنى نلعب مع المنتخب الوطني ونقدم شيء كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم ديالي هشام العيسى، غادي نجمع هذا النهار اليوم ان شاء الله باش نكونوا فرحانين اليوم. وهم كما كتشوفهم كلشي فرحان، كلشي نشاط. اسم الفريق ديالنا اشبال القدس. شي وليد في المستوى ممكن اننا ندول المدرسه ولا شي حاجه، علاش لا؟ ما كانش المهم، راه حنا جينا نشجعوا حتى دوك الوليدات اللي باقي الله تيخدموا وتيجتهدوا، نوروا حتى دوك المؤطرين اشنو ممكن الدري هذاك، اشنو خاصو، شنو ناقصو على المستوى التقني ولا كذا، باش يزيد يجتهد ويزيد يخدم، وخصوصا على المستوى النفسي. يعني كتحفيز ليكم وكذا باش تعرفوا راه ان راه كلشي قريب. يعني اللي اجتهد اللي ما حضرش دابا ما كانش عنده المستوى ديالو، يعني ما نقولوش ضعيف ولكن يعني ناقص على مستوى ديال ناس اخرين، ممكن الانسان مع الوقت الى اجتهد وخدم بحال القرايه راه كيتطور المستوى ديالك، ممكن تفوت هذاك اللعاب اللي ذكرنا انا ودابا انا والسعد الهادني، ممكن توصل ابري عام ولا عامين تفوت واحد اللي كان دابا اللي كان مزيان المفروض كيجيب في معدل 12. الا بقيتي انت كدير السوايع وكتجتهد الدوز عامين تلقاو باقي في 12 ولا 11، وانت وليدك كتجيب 14. دونك الانسان وليدات صغار زيدوا اجتهادوا. بالنسبه للجوائز راه كانوا تقريبا على حساب النظريه ديالنا حنا، دينا ما كانش نقولوا واحد التنظيم قبل، حنا جينا حضرنا دابا وقادينا قبل كيكون داك الشيء مجهز. يعني الانسان هادو الدراري تشجعوهم تا هما باش يديروا مبادرات اخرين
لا يكون احسن من هذا الشيء ان شاء الله، ولا يكون فيهم جوائز عامه للوليدات كاملين، يكون فيهم بدل رياضيه ان شاء الله، يكون فيهم اقمصه رياضيه. هاد الجوائز راه كيبقاو الدراري اختياريين بالنسبه ل... شفنا وليدات النظريه حنا ديالنا عطيناهم تقييم اللي كاينين دابا كاملين تقريبا نفس المستوى، غير كاين اللي كيكون شويه زين شويه متميز في شي حويجات، كاين اللي كيكون هذا عنده هذا ما عندوش، ولكن راه كاملين تقريبا نفس المستوى ما ميزنا حتى واحد. وكون كانوا الجوائز كاملين عندنا 30 ولا 40 جائزه راه غنعطيو كل شي واحد واحد، دونك اللي اختار شي حاجه يصفق يفرح بها ويتمنى صاحبه، واللي ما اختارهاش يتمنى ليه ان شاء الله مره اخرى يجتهد باش ياخذ الجوائز.